تنظيم رائع بكل امانه تنظيم رائع بس خل ابدا بتقديم شكري وتقديري اول شيء للشعب المصري والقياده المصريه وعلى راسهم فخامه الرئيس السيسي على هذا التنظيم الرائع وعلى استضافه مؤتمر في غايه الاهميه مش بس لمصر والعالم العربي في غايه الاهميه للعالم اجمع مؤتمر الاطراف يعني هذا مؤتمر سنوي يعقد لاظهار مدى التزام الدول بالمحافظه على البيئه وتخفيض الانبعاثات واعتقد بان يعني المؤتمر السنوي هذا اصبح منبر للدول لابراز ما تقوم به على مستوى الحفاظ على البيئه وتخفيض الانبعاثات واستضافه مصر وبالتحديد مدينه شرم الشيخ الجميله لهذا المؤتمر الدولي بمشاركه ما يقارب 195 دوله هو امانه تجمع مهم تجمع عظيم ونتمنى لمصر كل التوفيق في المؤتمر اللي أنا متأكد بأنها راح يكون ناجح جدا. الأمين العام للأمم المتحدة ذكر أن العالم في طريق نقطة اللاعود وهناك فجوة كبيرة ما بين تعهدات الدول الصناعية الكبرى والوفاء بها. وأيضاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم هناك معادلة صعبة ما بين الأزمات التي يعاني منها هذه الدول الكبرى وأيضاً. ضرورة أن تفي بعهدها في تمويل الدول النامية أنا أعتقد مجمل الدول أخي الكريم قاعدة تلتزم بتعهداتها الحين في دول بسرعات متفاوتة في في مسألة الالتزام بس أنا أعتقد أن الالتزام دولي والتزام واجب على جميع الدول وأعتقد بأن الدول المتقدمة أيضا لها التزامات قوية وأعتقد أنها تفي في تعهداتها الحرب الروسية الأوكرانية أخيرا معالي الوزير الرئيس السيسي أشار في ختام كلمته إلى ضرورة وقف هذه الحرب. ماذا ترى هذا الموقف؟ كانت كلمة فخامة الرئيس جدا مؤثرة وأعتقد أنها جاءت عفوية أيضا وكان لها أكبر الأثر عند القادة وإحنا نشارك الرئيس السيسي بضرورة إيجاد حل سلمي لهذه الحرب وإيقافها في أسرع وقت ممكن.